سلام البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الديسير زوين، واحد التحليه لهذا السحور ولا الفطور. كتجي زوينه بزاف وسهله، ما كتاخدش وقت، دغيا كتوجد ولذيذه بزاف. كنتمنى البنات تعجبكم. دابا غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو البنات على بركه الله باش نوجدوا هاد الديسير. عندي هنايا الماسكاربون، غنحتاج 250 غرام ديال الماسكاربون، وغادي نحتاج البسكوي، اي بسكوي عندكم على هكا. هذا داك البسكوي العادي، اللي ما بغاش يدير البسكوي يدير هاد لي مادلين الصغار، هادو حتى هما كيجيو زوينين. غنحتاج الكريمه سائله، 200 مللتر ديال الكريمه سائله. عندي الفريز، سكر على حساب الذوق، ها هو السكر على حساب الذوق. وعندي هنايا عندي فخوماج بلون، غادي ندير منه حتى هو شويه، واحد 4 المعالق كبار ديال فخوماج بلون. هادشي اللي كاين البنات في المقادير. دابا غندوزو لطريقه التحضير. انا البنات ناخذ الفريز ديالي، ها هو غسلته، وغادي نقطعه بحال هكا ونحطه في الكاس ديال العصير باش نصاوب واحد الكولي ديال الفريز. ما غاديش نطيبو، غادي نديرو هكا خضر وغنطحنو مع شويه ديال السنيده، واحد المعلقه ديال السكر باش نسهل عليا الحاجه. هاي هنا غندير معلقه ديال السكر. ها هو البنات غادي نطحنو بحال هكا. كديروا فيه لا ما لا والو، راه غير الفريز كيطلق الماء ديالو. صافي ها هو تطحن كيجي بحال هكذا. البنات ها هو شفتو ها كيف كيكون. دابا غادي ندوز نطرب لاكريم ديالي. هنا البنات خديت هاد الكريمه السائله هادي، ها نتوما ها هي خديتها وخويتها هنايا في واحد البول، غنبدا نطلع فيها. وهي خصها ضروري تكون بارده باش تطلع ليكم وتجي مزيانه. البنات الكريمه ديالي هاي من بعد ما طلعت مزيان، شفتوا هي من بعد جات قابطه راسها بحال هكا. غادي نزيد عليها الماسكاربون ديالي، هذا ها هو البنات الماسكاربون، نزيدو على ديك الكريمه. معليش تقلت عليه باغاف، نزيد هاد الماسكاربون بحال هكا، وغادي ندير داك لو فرماج بلون كما قلت لكم. الفرماج بلون غندير واحد جوج معالق ولا ثلاثه. هاد الفرماج بلون كيخففها، كتجي لا كريم ديالنا خفيفه هانتوما، وكيعطيها حتى البنه زوينه. صافي بركه، غير جوج معالق كبار، حتى المعلقه عندي كبيره بزاف جوج. وانا باش غنحليها، غنحليها بهذا بلو لي كونسونطري، هاد نيسلي. انا هذا عندي في الثلاجه، ما بغيتش ندير السكر، غادي يبقى غير يخسر. نتوما تقدروا ديروا البنات غير السكر، ديروا السكر على حساب الذوق. انا غير حيت هذا عندي في الثلاجه غادي يبقى يخسر، قلت راه نديرو نحيدو. نتوما حليو غير بالسكر، ماشي ضروري هاد نيسلي. صافي دابا غادي نطرب هذا الشيء كامل. هو البنات خديت هذوك لي مادلين ديالي، كنفرستهم بحال هكا باش غادي نديرهم. شفتوا تقدروا ديروا كيكه الا عندكم شيطه، ولا جينواز شيطه عندكم، ولا اللي كان
ماشي ضروري هاد لي مارلاج، اي كيكاشيطة عندكم تقدروا حتى ديروها. شي مره كنصاوبوا ديك لا جينواز باش كنديروا الرولي هذاك الكاطو غولي وكتشات لينا كتبقى، ولا باش كن مهم ضروري كتكون عندنا كيكه شيطه، ما غاديش نرميوها هي باش غنديروا هاد لي فيغين. انا ما عنديش كيكه شيطه، راني درت هاد لي مادلين هادو كنشري من ولادي، ها هما درتهم. تقدروا ديروا لي مافين لا شيطان عندكم، المهم اللي كان صافي. انا فرتتهم هنايا، هاي لا كريم ديالي طلعتها كيف كتجي، كتجي كريميه وزوينه. اللي بغى يزيد عليها الفاني يزيد الفاني، ولكن هو راه كاين اللوغو ديال الفخيز راه غيجي هو هذاك. هنايا البنات خديت هاد البيسكوي ديالي، بغيت تجيني شي حاجه زعما مقرمشه في هاد الديسير ديالي، خديت هاد البيسكوي درتو في هاد الساشي، غادي نسدو هكا، غادي ندير ليه هكا باش كي شوف غير هنا البنات غناخد الفيغين ديالي، غنحط فيه شويه ديال هاد التفرتيت ديال هاد المادلين ولا الكيكه ولا الجينواز ولا شنو غادي ديرو بحال هكذا. غادي نخويه فوق من هذيك الكيكه باش غتفزقها لينا، غنخوي هاد الكولي ديال الفريز الجهد ديال واحد جوج معالق بحال هكذا، غيعطيه البنه و ميم طون غادي يفزق لينا هذيك المادلين. غادي نحط طبقه ديال لاكريم ديالي، هاد الكريمه كتجي فنه البنات، كتجي غزاله هاد الكريمه. انتما حاولوا ما تقيسوش، ما توسخوش الكاس باش تجيكم الطبقات باينين زوينين. صافي هكا غادي نحط هاد البيسكوي ديالي، ندير شويه البيسكوي باش كيعطي ديك التقرميشه بحال هكا. انتما حاولوا توزعوه حتى على الجنيبات باش يجي باين، باش كيجيو الطبقات باينين. صافي فوق هذا البيسكوي غندير ثاني شويه الفريز مقطع، شويه من هذا الفريز اللي مقطع، نحاول توديه الجنيبات ونعاود نخوي عليه شويه ديال الكولي عشويه بحال هكا باش كيعطي اللذه. صافي وفي الاخر غادي ندير الكريمه من الفوق بحال هكذا، الجهد اللي غيغطي لي الكاس من الفوق. هانتوما غديروا على حساب، تبقاو غاديين بالطبقات على حساب هذوك لي فيغين ديالكم واش غارقين ولا ما غارقينش. صافي وها هو هانتوما البنات، شوفوا شفتوا الطبقات كيف كيجيو باينين زوينين، كيجيو فيه الطبقات وكيجي مذاق ديالو لذيذ بزاف. انا هذا راه كثرت فيه شويه الكولي ديال الفريز، هانتوما شوفوا هذا درت فيه غير القياس، شفتوا كتيجي والزواق كيبقى على حسب الذوق. غادي نكمل هاد لي فيغين ديالي كاملين بنفس الطريقه، نحط هاد الجينواز ولا الكيكه ولا المادلين، كنخوي عليها واحد جوج معالق ديال الكولي ديال الفخيز، تقدروا ديروا فرومبواز، تقدروا ديروا مونغ، المهم داكشي على حساب الاذواق كل واحد والذوق ديالو. فوق من هذاك الكولي غادي ندير لاكريم ديالي هكذا، واحد جوج معالقات بحال هكا، كنوزعوه على الجنيبات. وغادي نحط ثاني البسكوي كما هكا البنات، وفوق البسكوي غادي ندير هاد الطريفات ديال الفخيز. هذا راه الناس اللي كيعجبهم الفريز بحالي راه انا متاكده غير جربوا البنات هاد الديسير، اللي تيعجبها الفريز من عشاق الفريز راه كيجي روعه ومنعش. وغادي نحط لاكريم ديالي، كولي اللي بغى يديرو يديرو، ما بغاش يديرو ما يديروش فوق من هاد الفريز في هاد المرحله هادي. صافي وها نتوما، وهو الديسير ديالي كيف كيجي. غادي نكمل البنات انا لي فيغين ديالي كاملين، نوريكم الشكل النهائي كيف غادي يكون ان شاء الله. ها نتوما البنات هنايا صافي، انا كملت لي فيغين ديالي وزوقتهم،
انا درت لكم اشكال مختلفه باش كتاخذوا فكره. هنا درت فيها واحد الفرامبوازا، هذه درت داك الكولي ديال الفخاز اللي بقى لي، درت هكا خطيطات. هنا حطيت شويه ديال البسكوي في الجنيبات، دورته بجناب، والوسط حطيت فريزه. هذه درت فيها طريف ديال الشوكولا، وفي الجناب درت شوكولاته محكوك. هنايا درت شويه ديال اللوز مهرمش، كيكون ديما هذا عندي كنبغي الحلوه، كيكون عندي في بواطه درت شويه. تقدروا ديروا كراميل. هنايا غير فريزه قطعتها على هذا الشكل وحطيتها صافي. المهم التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ليسونسيال راه هو هاد سميتو هاد الديسير، راه كيجي بنين بزاف، كيجي منعش وكيبرد فهاد رمضان، وجدوه للسحور ولا الفطور. وهادشي اللي كاين البنات. دابا غندخلو الثلاجه يبرد مزيان، خاصو يتكالو هو بارد، غندخلو يبرد وغادي نقدمو بالصحه والراحه. الى عجبتكم البنات الوصفه ديال اليوم، شاركوها مع الاحباب والاصدقاء، وخليو لي التعليقات ديالكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه كنقول ليه مرحبا بك، اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهذا الشيء اللي كاين البنات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.